صور جميلة من إحدى شواطئ الجزائرية، وحنا نعيش موسم الاصطياف. جمهورنا الكريم وما كنتوا سواء داخل خارج الوطن، نعود ونرحبوا بكم. مرحبا بكم دائما معنا من خلال هذه الفسحة البحرية الخدماتية الأولى في الجزائر اللي تعنى بمختلف المواضيع البحرية. مباشرة انتم عشاق البحر إلى أولى المواضيع، حيث ملجأ الرئيس حميدو بالجزائر العاصمة يعتبر فسحة بحرية تقام فيها العديد والكثير من النشاطات البحرية اللي تسمح للكثير من أهل الاختصاص بممارسة مختلف مهن البحرية كتصليح البواخر. إيمان عرفي وهذا الروبورتاج. تصاب في بعض الأحيان محركات البواخر والسفن بأعطاب مختلفة، مما يضطر البحار أن يصلحها في ورشات خاصة بإصلاح محركات السفن. كانت لنا زيارة لورشة السيد إيداليا علي، والتي ورثها عن جده وأبيه منذ سنوات الاستقلال الأولى إلى يومنا هذا. كان جدي يخدم مع مسيو ميركيريو، هذا مسيو ميركيريو كان هنا قبل الاستقلال، كان يخدم معه جدي. بون جدي خدم معه ومن بعد زاد انتيغرا معه بابا. زون كومونسي في الخدمه هذيك، عجبهم الحال في الخدمه هذيك، حبوها. بليس رانا ساكنين قدام البحر، تما كانت فكره شابه باش يبداو يخدموا هذا الميتي هذايا. نهار اللي راح وقت الكور راحوا الاستعمار، شيخ كان شاب تولي عند الكور، كي راحوا جراح المحل هذا اون 63، وبدينا دو بارون فيس من الاب الدريه. يعني من الصغور نحن نحبوا هذه المهنه هذه، وزاد ولادي حبوها وزدنا كملنا فيها ورانا فيها مازال الان رانا فيها. وانا راني نعاون في ولادي، راني دوكا 69 سنه في عمري، وراني مازال نعاون في ولادي حتى ولادي يروحوا بعيد في ان شاء الله. احنا عاونا ديجا بليزيغ حوانت هكذايا خدموا فيهم، هيدا لي موتور مانب من بليس تانيك لا ريزين تو فلايك لي باليون كي نتقبوا ولا حاجه تانيك نخدموهم، وبوكو بليس الموتورات. موتورات كاع لي تيب، كاين لي جيت سكي، كاين لي كرو موتور، كاين لي بتي موتور. اكتسب السيد علي وأبناؤه مهارة وخبرة كبيرة من خلال السنين الطويلة من ممارسة هذه المهنة، ولولا حب هذه الأخيرة لما استطاع تلقينها لأبنائه. كما يتم تصليح جميع أنواع المحركات في هذه الورشة المتواضعة، ومع مرور السنين تم فتح ورشات أخرى أين يمتهن فيها أبناؤه هذه الحرفة. ربعت سنة خرج من نفسي، جيت بديت نتعلم مع الشيخ، تعلمت مع الشيخ، كبرت، درت الدبلوم تاعي منا، ومن بعد زدت تعلمت ولادي، دوكا راهم في لابرونش هادي راهم يخدموا. الموتورات هادوما كلي شغل كبرنا معاهم، نعرفهم كلي شغل حاجة نورمال هايدا كي تكبر مع الميتي، راك شايف باباك يخدم هادي، تتكبر تزيد تكبر معها هي رايحة، هادي هي. نخدموا تولي مارك، ملي بدينا ملي خلانا الشيخ نخدموا كاع لي مارك مارين، باسكو دركا كاين كل واحد مسخص بالماركه تاعو في لا مدراك في عين بنيان بارتو يدورو الى اخر، وحنا نخدموا تولي مارك من جميع ماركه تاع لي موتور مارين نخدموهم. كاين دي فوا نحصلوا بياسات ما نلقاوهمش، وكاهم في دي زادابتاسيون، عندنا شويه تجربه في الاخر في الموتورات هذه. انا حبيت هذا الميتي هذا، ومام مع البحر نخرج نصيد وهادي وهادي. الميتي هذا لازم تحبو باش تخدمو، نيمبورت حاجه داير نيمبورت حاجه لازم تحبها باش تخدمها، سيرو ما تقدرش تخدم تابليكيها كيما تحب نتايا. كاين لي باكلي، كاين لي يخدم يباكلي، يخدم حاجه فوق قلبو ما يقدرش يخدمها كيما يحب البنادم. الو باش تخدم خدمه شابه لازم تكون تحبها. هادي تمهن وتمرس العديد من الشباب على يد السيد علي،
وأصبحوا بدورهم أصحاب مشاريع وورشات خاصة. ورشة هذه من 63 و تمكن بدينا نخدمه بالعقل مع الشيخ ومننا، وبعد أنا زدت فورميت ولادي دوك راهم يخدموا، ونا فورمي وشي دي جون هم يخدموا حالين محالات وكاع بديبلوم تاعهم وكلش. الورشة هذه كونت بزاف شباب، إلا ما كوناش كونا نقول واحد 10-12 اللي هم عندهم ديبلوم وراهم حالين حوالين محالات ولاباس بهم. المادام بيا يكون ولادي تاني كيخدموا هاد الميتي باسكو سيت ان بون ميتي، ماشي هي ميتي هكذاك برك، باسكو هاد الميتي ديجا بداوه لي زاميريكا. لي زاميريكا اوبارافون كانوا يخدموا هاد لي موتورات باش يستعملوهم في الكيرا في البحر. بك كان بزاف ترافيك تاع البحر بكري وكذا، الو البحر سي حاجه ايسونسيال. لو كان حنا نتمناو يديروا تكوين مهني ان بو بلو فورسي، تما ما انت تما شغل كاين وين يزيد يخدم. تبقى ورشات اصلاح محركات السفن احد الركائز الاساسيه في مجال الصيد البحري، فلولا هذه الاخيره لتكبد البحار خسائر متكرره، كما تلعب الخبرة المهنية في هذا المجال دوراً أساسياً لتجنيب البحار تلك الخسائر. وجهتنا الثانية راح تكون إلى الشرق الجزائري، إلى بجاية في قايت أو الشمعة، فنقولك بأزول في اللون مرحبا يسون عسلامة نون. نروحوا مباشرة لهذا المدينة حتى نتعرف على إحدى المعالم البحرية، منارة كاب سيغلي ببني كسيلة، نتعرف عليها أكيد من خلال هذا الروبورتاج. يتميز الشريط الساحلي الجزائري بعدة خصوصيات طبيعية وبيولوجية تجعل أهل الاختصاص ينشطون في جنباته وزواياه، لا سيما كل ما له علاقة بعالم البحر. إذ تعد المنارات مثلاً أبراجاً تساهم بشكل فعال في السير الحسن للحركة البحرية. وقصد التعرف على مختلف هذه المنارات البحرية بالجزائر، ما رأيكم في جولة استكشافية تقودنا مرة أخرى عبر الشريط الساحلي لولاية بجاية؟ وبعد زيارة خاطفة لمدينة بجاية في قايث وجنباتها، ننتقل بكم عبر سفينة إبحار غرباً على بعد ما يقارب 40 كيلومتر، لنحط رحالنا هنا بساحل بلدية بني كسيلة التابعة لدائرة أذكار ولاية بجاية، للتمتع بهذه المناظر الخلابة للمياه الزرقاء التي تلازمها هذه المنارة، منارة رأس أو كاب سيغلي الشهيرة. منارة انطلقت أشغال بنائها العام 1904 الميلادي. كانت ولا زالت منارة كاب أو رأس سيغلي ببني كسيلة ببجاية تلعب دورا رياديا وهاما في تنظيم الحركة البحرية خلال فترات الليل، قصد تسهيل العمل للبحارة والصيادين وأهل الاختصاص. وبحكم موقعها الاستراتيجي البحري ليس بعيدا عن ميناء الصيد لبني كسيلة والميناء المركزي لمدينة بجاية، تعد منارة كاب سيغلي من أهم المعالم البحرية في المنطقة. وعن نظام إشارة منارة كاب أو رأس سيغلي بولاية بجاية، يسير المصباح الكهربائي بقوة كهربائية بشدة 220 فولت. وعن تموين النجدة خلال انقطاع التيار الكهربائي بمنارة كاب سيغلي ببجاية، يتوفر هذا البرج على مولد كهربائي مجهز بكل الآلات والوسائل التقنية الحديثة.
تعمل منارة كاب سيغلي ببنكسيلا بولاية بجاية على إشارة وتوجيه السفن والملاحة البحرية، حيث يقدر ارتفاع هذا البرج ب 59.2 متر على مستوى البحر. شكر موصول لك زميلنا حكيم إجدلان، ونعرفنا على هذا المعلم التاريخي والبحري في نفس الوقت، منارة كاب سيغلي ببني إكسيلا بالشمعة بجاية. ما زلنا متواصلين معكم جمهورنا الكريم، لأنه البحر هذا الفضاء الأزرق يخلينا فيه كل مرة ويخليكم تعيشوا راحة نفسية. احنا حنخليكم تعيشوا راحة نفسية من خلال هذه الصور اللي حيكون في الروبورتاج الموالي. فمختلف الشواطئ الجزائرية تقصدها العائلات الجزائرية من أجل الراحة و الاستجمام، لكن لابد أن تتابع الكثير من النصائح والقوانين حتى يرسوا باش يجوزوا وقت الشباب من خلال هذه الفضاءات البحرية. رزيقة باشا وهذا الموضوع. للبحر متعة كبيرة تبلغ ذروتها في أشهر الصيف، وذلك لاعتبارات كثيرة أهمها ارتفاع درجة حرارة الجو، الأمر الذي يدفع الأشخاص إلى الارتماء في أحضان البحر بهدف تخفيف الحرارة وترطيب الجسم بالماء، إضافة إلى لمعان الماء المغري واعتدال الموج وقلة التيارات البحرية. العديد من الأسر يصطحبون أطفالهم من مختلف الأعمار للاسترخاء والسباحة والتمتع بلذة الطبيعة والبحر، لكن أحياناً يكون الخطر قابعاً وراء هذه المتعة، وهنا يجرنا الحديث عن البحر إلى منحى آخر وهو جانب مخاطر البحر وما ينجم عنها. كل صيف لازم نديروا التوعية للمواطنين باش تكون شراكة بين البلدية وبين المؤسسات، باش يكون المواطن يكون على علم بالمخاطر هذو تاع البيئة وتاع الصحة وتاع كذا. لازم يكون كل مواطن توجور لازم يكون عنده المعلومة كيفاش يتجنب عاطيك صح يا قيد والله يتجنب هذو المخاطر هذو، ما باسكو هي بيريود تاع 3 موا ولا 2 موا ولا لازم يجي يصطف ويكون الاز ويكون بيان. يدخل هذا اليوم التحسيسي في اطار الوقايه من مخاطر فصل الصيف، كل ما يخص فصل الصيف، اولا مخاطر البحر من غرق وضربه الشمس، من التغذيه الصحيه، وهذا لتفادي الزيتوكسيكاسيون أليمونتير التي تكثر كثيرة في فصل الصيف وفي التجمعات وفي الأكل خارج البيت. وثاني يدخل هذا اليوم التحسيسي في إطار الوقاية من التدخين والمخدرات وكل ما يخص الشباب. أخطار
البحر كثيرة ومتعددة. من محبي البحر من يعبث بنفسه وبالآخرين، متبعاً أسلوب اللامبالاة، ضارباً بجميع قواعد وتعليمات السلامة عرض الحائط. ويترتب على هذه السلوكات أخطار عديدة قد تقلب متعة الاستمتاع إلى مشاكل لا يحمد عقباها، إذ لم يلتزم المصطافين بقواعد السلامة البحرية أثناء السباحة أو الاسترخاء أو أوقات تناول الأطعمة. اليوم تحسيسي هو يوم مفتوح على المواطنين اللي نرحبوا بهم أنهم إن شاء الله يجوا هنا على مستوى ورنا متموقعين بقرب شاطئ تمنفوس. التوعية تكون عن طريق الإجابة عن مختلف التساؤلات اللي ممكن هما يطرحوها المواطنين، الإجابة عن مختلف التساؤلات بالتوجيه، وأيضا عن مطويات أو فلاير وتوجيهات بوسائل مختلفة بجميع الإمكانيات المتاحة. أكدنا على نظافة الأطعمة والأغذية لأن ركزنا عليهم وفهمناهم باللي أنه 50% أنه تنظيف المواد الغذائية، الغسل الجيد المادة هو 50% لتفادي الإصابة بالأمراض. ثانياً فهمناهم باللي من أجل الحفاظ على سلامة صحتهم يتبعوا بعض الخطوات الأساسية كما غسل الأطعمة، غسل اليدين، شراء المواد الحساسة اللي تكون هي آخر في القائمة، إما يوضعوها في أكياس إيزوثيرميك ولا يديو معهم إن جلاسير. حملات تحسيسية وتوعوية تصاحب المصطافين خلال العطلة الصيفية هو حال كل هؤلاء المتخصصين، كل في ميدانه لتوعية الوافدين إلى البحر بدرجة اليقظة والحذر. في إطار العمل الجواري الذي تقوم به المؤسسة العمومية للصحة الجوارية برج كيفان درقانة، الذي يهدف إلى تقريب الصحة من المواطن، تنظم المؤسسة العمومية للصحة الجوارية درقانة بالتنسيق مع مجموعة من البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء. إذن هذه اليوم هو ثاني يوم تحسيسي توعوي، أول يوم كان على مستوى بلدية عين طايا، وثاني اليوم رانا اليوم متواجدين على مستوى بلدية المرسى. إذن اليوم التحسيسي كان تنفيذاً لتعليمات وزارة الصحة ومديرية الصحة لولاية الجزائر. الحملة التحسيسية انطلقت منذ ما يقارب الشهر وتستمر إلى نهاية الموسم، موسم الاصطياف. المؤسسة العمومية للصحة الجوارية برج الكيفان تتواجد بشاطئ تمنفوس لتوعية المصطافين بالمخاطر الناجمة عن موسم الاصطياف والإبحار. هي حملة ستدوم خلال كل موسم الاصطياف وستزور مختلف الشواطئ المتواجدة في سواحل الجزائر العاصمة. يهدف هذا اليوم التحسيسي إلى توعية وتحسيس وتوجيه المواطنين ضد مختلف الأمراض التي يمكن أن تمسهم خلال موسم الاصطياف، والتوعية تكون بسلوكات أو بروتوكولات بسيطة ممكن أن يتخذها المواطن والتي من شأنها أن تحميه من تعقيدات صحية ربما لا يحمد عقباها. أهم النصائح أنه أولاً إحنا نتمنى لهم إن شاء الله يجوز موسم اصطياف آمن، ولكن هذا الموسم يكون آمن بإذن الله إذا كانوا ما تجاهلوش الأخطار الصحية اللي راهي تحيط بهم، ممكن يتفادوها مثلا بغسل الأيدي، ممكن بضرورة الانتباه إلى المواد الغذائية أو الخضر والفواكه اللي لازم تكون يغسلوها قبل ما يتناولوها، يتفادوا الخروج في 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 أوقات الذروة اللي تكون فيها الحرارة مرتفعة إلى آخر ذلك. أفضل وقت للسباحة هو ما قبل الظهيرة وقبل غروب الشمس، ولا يجب السباحة بعد تناول وجبة الغذاء لأنها تؤدي إلى إجهاد الفرد وإصابته بعدم التوازن. فالبحر متعة وجمال
إذا ما التزمنا بقواعد السلامة البحرية. هي حملات تحسيسية يقوم بها أهل الاختصاص من أجل ثقافة بحرية لابد أنه يكتسبها المصطف. جمهورنا الكريم وصلنا إلى آخر موضوع لنهار اليوم، نأمل فقط أنه نالت الإعجاب بتاعكم. إذا حبيتوا مزيد من المواضيع ما عليكم إلا أنه تراسلونا من مختلف وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، الانستغرام، الفيسبوك، كلهم تحت الخدمة وتصرف تاعكم من أجل كل الاقتراحات، الآراء وحتى الانتقادات تاعكم. تلقوا الأسبوع القادم. بقوا على خير.